بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم نور الحق من ارض الممنوعات ومسرح الاحلام، معرض غصن الزيتون بمحافظة الجيزة. النهاردة هنقدم لكم عربيتين موديلاتهم 2022 كسر زيرو، عربيتين حتتين من الممنوعات. اول عربية معنا النهاردة فاكهة الالوان اللون السماوي موديل 2022 كسر زيرو، ماشية في العداد بتاعها كيلومترات قليلة جدا، مرور عين الصيرة وفيها رخصة سنتين وثمان شهور. الصدر زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، لا سندة بالايد ولا خربوش ولا خدش ولا دقة على البرد ولا الدموع. الايم اليمين حتة من الممنوعات، الايم الشمال بالذنب بتاعته بالمضرب بفاصل الايم. فابريكا، فابريكا بمعنى كلمة فابريكا يعني، موديل 2022 حتة من الممنوعات للغاوي. عربية فابريكا بره وجوه بمعنى كلمة فابريكا بره وجوه، وحتة من الممنوعات زي ما احنا بنقدم لكم على طول. الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده اربع فرق كاوتش زيرو، طقم جنوت اندونيسي اصلي، طقم عتبي يمين وشمال، موديل 2022 فاكهة الالوان اللون السماوي، موديل 2022 مرور عين الصيرة بمحافظة القاهرة وفيها رخصة سنتين وثمان شهور وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص، تقدر تجدد وترخص زي ما انت عايز على طول. موديل 2022 مكنة وعفشة وآلة جر بحالة ممتازة جدا، المكنة متحلش منها مسمار واحد، مفيش صامولة سابت مكانها، مفيش مسمار فكر يسيب مكانه. موديل 2022 ادي الدواخل بتاعت العربية من جوه، الدواسة وضع بلادها، الكراسي بكياسها، فرش في السقف والجناب وضع الفابريكا، ماشية في العداد بتاعها كيلومترات قليلة جدا وفيها سنتر وتسجيل بواسطة يو اس بي وشباك جرار خلفي. موديل 2022 فاكهة الالوان اللون السماوي، موديل 2022 حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. سليمة، سليمة بمعنى كلمة سليمة يعني. العربية التانية اللي معانا النهاردة موديل 2022 عربية فابريكا بره وجوه بمعنى كلمة فابريكا بره وجوه، وحتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. العربية موديل 2022 مرور منشية ناصر بمحافظة القاهرة وفيها رخصة سنتين ونص، ومن الزيرو وهي مع شخص واحد بس، وماشية في العداد بتاعها كيلومترات قليلة جدا. الصدر زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، لا سندة بالايد ولا خربوش ولا خدش ولا دقة على البرد ولا لمسة ولا حكة ولا الدموع، زيرو. الايم اليمين بالذنب بتاعته بالمضرب بفاصل الايم، فابريكا. الايم الشمال بالذنب بتاعته بالمضرب بفاصل الايم، حتة من الممنوعات. الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده اربع فرد كواتش بحالة الزيرو، طقم جنوط اندونيسي اصلي، طقم كارتيرات كامل في العربية. موديل 2022 سليمة وحكاية، عربية الله اكبر عليها، كاملة كل حاجة. موديل 2022 مرور منشية ناصر بمحافظة القاهرة، الشنطة من ورا زي ما احنا شايفين كده، العربية مفيش خربوش واحد على جسمها، مفيش خدش، مفيش الهوا، سليمة. موديل 2022 هتركب وتشتغل على طول، مش هتصرف عليها جنيه واحد. ادي الايم اليمين بالستارة بالايم الشمال بالصالون، حكاية، حكاية بمعنى كلمة حكاية يعني، حاجة تفتح النفس، حاجة تفتح النفس، تشجعك على الشغل، عربية تعينك على المعيشة وتساعدك في مواجهة ظروف الحياة. الجنب الشمال زي ما احنا شايفين كده مكنة وعفشة وآلة جر بحالة ممتازة جدا، المكنة متحلش منها مسمار واحد، مفيش صامولة سابت مكانها،
مفيش مسمار حاول انه يفكر يسيب مكانه. نبص على الدواخل من جوه، دواسة فرنساوي في الأرضية، كسوة جلد للكراسي عمولة، فرش في السقف والجناب عمولة، وفيها وحدة رفع إزاز كهرباء بالزراير موديل 2022، ماشية في العداد بتاعها كيلومترات قليلة جدا، وتسجيل بواسطة USB. ادي الصالون بتاع العربية من ورا، لا حاجة تفتح النفس. سليمة، سليمة بمعنى كلمة سليمة يعني، وكاملة كل حاجة، مش هتصرف عليها جنيه واحد، على الشغل على طول، جاهزة على الشغل على طول، موديل 2022. والبيع نقدا او بالتقسيط المريح، والتقسيط بصورة البطاقة الشخصية انت واي ضامن معاك، تدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول، بدون استعلام وبدون اي ضمانات بنكية وبدون اي اجراءات معقدة، تقسيط مباشر وتسليم فوري وانت واقف في الحال، تقسيط مباشر وتسليم فوري وانت واقف في الحال. كان معكم اخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.